4650. مظبوط يا دكتور، الإيراد مظبوط. مظبوط يا بسطاوي، بس دي آخر مرة تجيب لي إيراد العزبة هنا. خفت أبيت معاي مبلغ كبير زي ده يا بيه، ثم بكرة البنك قافل وبكرة الجمعة. طيب خد يا بسطاوي. خلي يا بيه. خد بيها يا راجل حاجة للأولاد وأنت راجع العزبة. تشكر. أمال فين أبو العطا؟ جاته ناهية، سابني لوحدي النهاردة. قال إيه؟ أخوه بيتجوز الليلة، والليلة دي بالذات الأجزخانة سهرانة خدمة ليلية. البركة فيك يا دكتور، وإذا حبيت أبات معاك الليلة، أنا في الخدمة. لا، روح أنت يا بسطاوي. حاضر، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كنت حاسه ان امبارح ان انا هاخد انفلونزا، بس كنت بقاوم. كويس ان ورديتك خلصت، تقدري دلوقتي تروحي وتاخدي لك اسبرينه بكوبايه ميه وتنامي، هتصبحي الصبح تبقي كويسه قوي. يا سلام، نفسي اغمض عيني وافتح الاقي نفسي في السرير، بس فين؟ المشوار لسه طويل، باين عليها بتمطر. امال بقى لو ما كانش عندك عربيه كنت هتعملي ايه؟ عربيه؟ بتسمي دي عربيه؟ دي اكيد هنزل الاقيها عامله، يا اما البطاريه نايمه، يا اما المرش معلق، يا اما سلك الدبياج مقطوع. اهي عامله والسلام. طب ما تغيريها يا نوال. منين بقى يا ست نجات؟ هو انا عارفه الم خلو الشقه اللي هتجوز فيها؟ يا خبر، لسه لغايه دلوقتي انت وعصام ما قدرتوش تجمعوا فلوس الشقه؟ ده انت يا بنتي بقالكوا سنتين مخطوبين ومهياتكم كلها رايحه على الجمعيات. كل اللي حوشناه 1000 جنيه. عندك شقة بالمبلغ ده؟ يا بالخيبة، قدامك كمان 10 سنين على الأقل. اسكتي يا نجاة اسكتي، أحسن أنا اللي فيا مكفيني. ده بس خلو الشقة، لسه بقى العفش وملحقاته. والاسم دكاترة، اللي يسمع دكتور ودكتورة يقولوا دول عندهم فيلا في المهندسين وعربية آخر موديل ومفروشات وديكورات بالشيء الفلان. أنا كنت فاكرة زي كده زمان، لكن دول الدكاترة الدكاترة مش إحنا. ليه بقى؟ وإحنا دكاترة كده وكده؟ الدكاترة الدكاترة هم اللي عندهم عيادات خاصة، أما إحنا دكاترة موظفين بالمهية يعني. هتقوليلي مفتحش عيادة خاصة ليه؟ هرجع أقولك، خلوه شقة العيادة وملتزمات العيادة من أدوات وأجهزة، ونرجع للفة من الأول وجديد. ده لازم عصام، اصل عندي راحة الليلة. الو؟ ايوه يا عصام. بقولك ايه نوال، ماما تعبت تاني. ايوه نزلت اجيب لها الدواء، ما لقيتوش في كل اجزخانات السيدة. طب اسمعي، وانت مروحة تفوتي على اجزخانة عم الدكتور بليغ. ايوه تشوفيه هناك. لا اصل حاولت اكلمه في التليفون ما بيردش خالص. لا اكيد فاتح. ايوه اكيد، ما الأجزخانة خدمة ليلية الليلة دي. اطمن يا عصام، أنا هدور لك على الدواء وأجيبه لك. مع السلامة. سلامتها، مالها مامت عصام؟ مامت عصام رجع لها التعب تاني. أنا هنزل أجيب لها الدواء من أجزخانة الدكتور بليغ عم عصام. ده الدنيا برد عليكي بره، هتنزلي ازاي كده؟ لا ما تخافيش، ما أنا معايا البلطو بتاعي في العربية. فكرتيني صحيح، هو ليه الدكتور عصام ما بيكلمش عمه؟ يكلم عمه في ايه؟ في موضوعكم طبعا. انا على قد ما اعرف ان الدكتور بليغ ده راجل دفيان ومعاه فلوس كتير، ومش متجوز وما عندوش اولاد وما فيش عنده اي مسؤوليه. ليه ما يساعدش ابن اخوه في جوازه؟ الدكتور بليغ ده انت طيبه قوي. مهما كان بخيل، هو مش عارف ان كل ده في النهايه رايح لابن اخوه؟ ايوه عارف، بس هو متصور انه هيعيش اكتر من الناس دي كلها. اصلك ما تعرفهوش. او ديته هيتجوز له واحده وتضيع له كل اللي وراه. تعرفي لو ما كنتيش مخطوبه والدكتور محسن يبقى صاحبنا كنت جوزتهولي. لا يا ستي افتح الله، اذا كنت بتحبيني صحيح وعايزه تخدميني كلميني الدكتور بليغ انه يشغل محسن عنده في الاجزخانه. هيطفشه، ده ما فيش صيدلي بيكمل عنده اكتر من شهر واحد. اسمعي بقى، كفايه راغي، انا هنزل ادور على الدواء علشان اوديه لعصام قبل ما اروح. سلام عليكم.
ازيك دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله على سلامة، ربنا يربي الأول. معلش، نوال زمانها جاية ومعاها الدواء. ملوش لزوم يا عصام، دي أزمة عدت والحمد لله يا أبويا. لا أنا مش هرتاح غير لما الدواء يجي وتاخديه. يا دكتور الدواء ده لو اتكرمت 15 جنيه و16 قرش. ايه دي؟ دي 5 جنيه هي اللي معايا دلوقتي. ممكن اسيب لسيادتك بطاقتي كمان لغايه الصبح، اكون صرفت وجبت الفلوس. ارجوك يا دكتور، انا مش نصاب اخد الدواء عشان ابيعه، انا بنتي فعلا عيانه جات لها النوبه فجاه. متاسف، روح اتصرف، هات بقيه الفلوس وانا تحت امرك. صرف فلوس بس يا دكتور، انا ظروفي صعبه خالص، البنت ممكن تموت. الحكايه دي انا بسمعها كتير، ولو صدقتها لا هبيع ولا هشتري وهقفل الاجزخانه بعد اسبوع. اتفضل لو سمحت. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش رحمه ولا انسانيه؟ بقول لك البنت ممكن تموت. خد الدواء ده. ايه يا مجرم ده؟ ايه انت هتعمل ايه؟ ضرب البوليس. سيب انت، اوعى كده. اوعى سيب. سيب يا مجرم. انت يا حرام يا بنت. حرام ولا سلامتك يا نوال. الله يسلمك يا عصام، متاسفه ما قدرتش اعمل حاجه. وهتعملي ايه مع مجرم وقاتل؟ الحمد لله انك بخير. هو عمك الدكتور بليغ، الله يرحمه، مات. لازم تمسكوا المجرم يا عصام، لازم تمسكوه. ارجوك يا نوال ما تنفعليش، بلاش تعيطي عليكي. هم عملوا لي فيها عمليه. لا لا، دي عمليه بسيطه في الجفون بس. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي الحاله يا دكتوره نوال؟ الحمد لله. عن اذنكم. عينيها سليمه من ناحية العضويه، فقدانها البصر ده حاله نفسيه نتجت عن الرعب والمنظر اللي شافته، يعني نوع من العمل الهستيري. امال بتوهموها ليه ان هي عملت عمليه؟ ما هو لما جابوها بعد الحادثه مباشره لانها بتقول ان هي مش شايفه، فحصنا عليها لانها سليمه زي ما بقول لسيادتك، فحبينا نريحها نفسيا ففهمناها ان احنا عملنا لها عمليه بسيطه لغايه ما يمر الوقت وتشوف. مشكله ده، هي الوحيده اللي شافت المجرم اللي قتل الصيدلي وعسكري البوليس، وهي الوحيده اللي تقدر تتعرف عليها. وتشكر قوي يا جماعه، الدكتوره نوال بخير. بعدين هنبقى نختار منكم 2 ولا 3 ونزورها. اتفضلوا دلوقتي عشان تشوفوا شغلكم. يلا. الباقي في حياتك يا دكتور. حياتك الباقي يا دكتوره. مأساة ما كانتش على البال. المهم دلوقتي نوال مسكينة، قبل ما تنزل وتدور لك على الدواء كانت بتكلمني عن الجهاز والشقة، كان أملها إنكم تتجوزوا بسرعة. أنا عارف إن ما كنتش قادر أحقق لها أملها، رهنتها جنبي مدة طويلة، يمكن لو كانت شافت واحد غيري كان. كان إيه يا دكتور؟ عمر الجواز ما كان حسبة فلوس. أمال حسبة إيه؟ الجواز بدايته فلوس ونجاحه مرهون بالفلوس. عمك كان غني جدا، تقدر تقول لي هو ليه ما اتجوزش؟ لانه ما كانش عايز يتجوز، انما لو حب انه يتجوز كان لقى 1000 بنت صغيره وحلوه تتمناها. ياه، انا ما كنتش فاكره ان فكرتك وحشه عن البنات للدرجه دي. المساله مش مساله فكره وحشه او حلوه، مساله ظروف. ظروف بتواجه الناس بتخلي معاني كتير حلوة وجميلة زي الحب والوفاء والإخلاص ملهمش أي قيمة إلا على قد ما تساوي في لغة الجيوب. يا ترى ده هيفضل رأيك بعد ما تستلم التركة وتبقى راجل غني وجيوبه مليانة؟ حاجة غريبة أوي يا كمال. خير يا فندم؟ تقرير الطب الشرعي
في حاجات مش قادر افهمها. ايه هي؟ اداه الجريمه بالنسبه للصيدلي مكتوب انها اله صلبه ممكن تكون حافه الباترينا، بالنسبه لجند الشرطه طلقه ناريه. ايه الغريب في كده؟ المجرم لو كان معاه مسدس وعايز يستخدمه ليه يمسك المجني عليه ويضربه في حافه الباترينا لغايه ما يموت؟ ما كان يقدر يضربه بالنار على طول. دي تفسيرها بسيطة يا فندم. المجرم هاجم الصيدلي بدافع السرقة بدليل الفلوس اللي سرقت من خزنة، وطبعا مش ممكن يستخدم المسدس الا بعدين حد يسمع صوت الطلقة ويفاجئه، وبعد ما نفذ جريمته فوجئ بنوال زقها وطلع يجري. لا عسكري الشرطة، العسكري مسلح لازم هنا يستخدم المسدس. مش عارف يا كمال، انا مش مستريح. المهم يا فندم نعتر على القاتل ونستجوبه وبعدين كل شيء هيبقى واضح. بس الشهاده الوحيده اللي حدلنا عليه مش ممكن حدلنا عليه قبل ما تفتح ويرجع لها بصرها، ده لو رجع. لكن ممكن تقدر تدينا اوصافه؟ شاب عادي عنده حوالي 35 سنه، مش طويل ولا قصير، اسمر عيني واسعة، هو ده اللي انا فاكراه. ايوه دكتورة، بس دي اوصاف شايعة ممكن تنطبق على اكتر من مليون شاب. ارجوك يا دكتورة حاولي تركزي وتدينا اوصاف محددة. انا قلت لكم على كل اللي افتكره، بس يعني مفيش اي علامة في وشه، اثر جرح قديم، شامة حسنة؟ لا مش فاكرة. طيب يا دكتورة، ساعة ما شفتيه وهو بيهاجم الدكتور بليغ ما تقدريش توصفي لنا العسكري كان فين بالظبط؟ عسكري؟ عسكري ايه؟ انا ما شفتش عساكر، ده انا حتى لما اتلفت حواليا علشان استغيث بأي حد في الشارع كانت الدنيا ضلمة والمحلات مقفلة، البرد ما خلاش حد في الشارع. يعني ما تعرفيش ان في عسكري جه على صوت استغاثتك والمجرم ضربه بالنار؟ ايه؟ يعني في قتيل تاني؟ للاسف جندي شرطه عنده 5 اولاد. يا حرام، بس انا ما شفتش ما سمعتش. ايوه ده لانك لما وقعتي اغمى عليكي ما حسيتيش باللي حصل بعدها. وحش مجرم الجبان، أرجوك يا حضرة الضابط، أرجوك تعمل كل اللي جهدك وتحاول تمسك المجرم ده وياخد جزائه. إحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه فعلا، بس مفيش حد غيرك هيقدر يساعدنا. شد حيلك عشان تقدري تتعرفي عليه. الغموض لا يزال يحيط بجريمة مصرع الصيدلي. الشاهدة الوحيدة فقدت بصرها عقب الحادث. وزير الداخلية يأمر بصرف تعويض كبير ومعاش استثنائي لأسرة الشرطي القتيل. ما تفكرش يا ابني، ربنا هيشفيها إن شاء الله. لا أنا مش بفكر في نوال يا ماما، نوال حالتها مؤقتة وهتخف. أمال مالك سرحان كده وما بتاكلش؟ أنا بفكر في عمي الله يرحمه. الله يرحمه، عاش عشان الفلوس ومات بسببها، وهو راح ولا خدش معاه ولا مليم. على رأي المثل الكفن ملوش جيوب. احنا هنشمت فيه ولا ايه يا ماما؟ حضر الله يا ابني، بس الواحد غصب عنه بيفتكر. الله يرحمه، عمري ما هنسى اللي كان بيعمله معايا. ما انتوا اللي طالعين فيه وبتبصوا لفوق، كان لازم يعني كلية الطب. وماله يا اخويا، الولد جايب مجموع كويس ونفسه يطلع دكتور. تقومي تطلعيه انت وهات يا بليغ مصاريف كلية وثمن كتب وهدوم ومصروف. ايه يكونش بليغ ده قاعد على بنك؟ ربنا يخليهولك يا دكتور، ده ابن اخوك يعني ابنك، هو انت ليك حد غيره؟ انت بتعايريني علشان ما اتجوزتش وما عنديش اولاد؟
لا سمح الله يا اخويا، انا قصدي يعني ان عصام لما يتخرج ويبقى دكتور هيشرفك ويرفع راسك. اسمع ما اقولك، انا ما باخدش من الكلام الناعم ده. عندك المعاش بتاع المرحوم اخويا، عيشي بيه انت وابنك على قدكم، خليه يحول على كليه نظريه ويدرس وهو بيشتغل ويشوف نفسه بقى، وبلاش نفخه كدابه. يلا بقى ما تجوزش عليه الا الرحمه. مهما كان ده عمي يا ماما. ربنا كبير يا ابني، وهو عمك اللي كان بيستخسر فيك الجنيه ساب لك مال واطيان وبيوت واجزخانه. انا مش بنكر اني فرحان، لان الثروه دي كلها بقت بتاعتي. على الاقل كل مشاكلي هتتحل، هفتح عيادة اللي بحلم بيها واتجوز. بس كنت اتمنى ان كل ده يحصل بشكل طبيعي، مش بالطريقه الفظيعه دي. هو البوليس لسه ما قبضش على المجرم يا عصام؟ لا لسه، لما انا قلت خف عشان تساعده. طب وانا هساعدهم ازاي؟ بس مش لازم يمسكوه الاول عشان اقدر اشوف واقول لهم اذا كان هو ولا لا؟ ده شغلهم بقى يا نوال، هما هيجمعوا لك كل المشبوهين وهيعرضوهم عليكي، وطبعا هتقدري تتعرفي عليه. الحاله اللي عندك مؤقته، واكيد هتستردي بصرك في اي لحظه. بصري؟ قصدك ايه نجاهت؟ ما انت يا نوال دكتوره فاهمه، العمل الهستيري بيبقى ناتج عن صدمه نفسيه، ولما اثره بيزول هو كمان بيزول. ايه؟ عمل هستيري؟ انت ما كنتيش عارفه ولا ايه يا نوال؟ نجات فكيلي الرباط يا نجات، دول بيقولوا لي ان في جروح في جفوني وانا مش حاسه بكده، نسيوا ان انا دكتوره. بس برضه يا نوال هفكها انا. مفيش جروح ولا حاجه نجات، انا مش شايفه يا نجات، انا اتعميت. ده مش عمى يا نوال، ده اثر الصدمه وهينتهي. لا بيضحكوا عليا، بيقولوا لي ده عمى هستيري، لكن الحقيقه ان انا اتعميت، بقيت عاميه. ده مش كلام دكتوره يا نوال، لو كانت دي الحقيقه فعلا ما كانش البوليس يفضل مستنيك على نار لغايه ما تشوفي. ما كناش فاكرين المسألة هتطول بالشكل ده. مسألة ملهاش قاعدة ولا مدة محددة يا حضرة الضابط. مش المفروض نزار هيرجع لها بعد زوال تأثير الصدمة؟ ومين قال لسيادتك إن تأثير الصدمة زال؟ أنا شايف إن مش باين عليها أي توترات وهادية خالص. ده هدوء في الظاهر بس يا عزيزي، لكن في أعماقها تأثير الحادث البشع اللي شافته لسه موجود طبعا. طب والحل إيه؟ إحنا بنديها أدوية تحت إشراف طبيب كبير للأعصاب، وسيادته بيقول ان المساله مساله وقت. اهلا يا دكتور عصام. ايه ازاي الحال يا دكتور علي؟ عظيم، انا شخصيا مش قلقان، البوليس هو اللي مستعجل. ارجوك يا حضره الضابط ما تضغطوش عليها، نظرها مش هيرجع الا اذا اعصابها هديت تماما. انا كنت لسه بقول له الكلام ده دلوقتي. يا جماعه ما حدش ضغط عليها ولا حاجه، ما حدش جاني ناحيتها من ساعه ما هي سالتها، حتى انا ما دخلتش، انا بطمن عليها من الدكتور بتاعها. ايه يا حسن؟ انت مش كان معادك تفوت عليا من تلات؟ معلش يا سعيد، غدا جات لها النوبة واضطريتها اقعد جنبها. وازيها دلوقت؟ الحمد لله كويسة، معظم اليوم واخدها نوم. كويس، النوم مفيد لها. المهم جبت لها الدواء منين؟ استلفت البواب. اخص عليك، وما جيتليش ليه؟ بس الوقت كان متاخر وانا كنت مستعجل، وبعدين الحساب بتاعي تقيل قوي معاك. عيب يا راجل ما تقولش الكلام ده. عيب عليا انا يا سعيد ان انا افضل عال عليك. ما هي لو الحاله متيسره كان معلش، لكن انا عارف ان ظروفك على قدك ومهيتك يا دوب على قد، وانك كنت بتستلف الفلوس عشان تسلفها لي. يا راجل دي ازمه وهتعدي، وكلنا متعرضين للازمات، وياما قابلتنا ظروف صعبه وتغلبنا عليها. الا المره دي يا سعيد.
المرة دي حاسس زي ما تكون الدنيا كلها قفلت في وشي. كانت رحلة شؤم. وبعدين معاك يا ابو علي، انت هترجع تقلب المواجع تاني؟ افتكر يا سعيد، افتكر قبل ما اسافر كان ناقصني ايه؟ مراتي وبنتي، كنت موظف معاك في شركة وكنت باخد ما هي صحيح كانت يا دوب على القد، لكن كانت مقضياني ومراتي وبنتي. لكن بصيت الناس اللي بتسافر ترجع بالفلوس والعربيات، قلت ليه ما اعملش زيهم؟ اول ما جالي عقد سبت بيتي وبيتي ومراتي واستقلت من الشركه وسافرت. لسه فاكر يا سعيد ما كانت عليا مراتي بتحضرلي الشنطه، قالت تقول لي مش عايزين فلوس يا حسن، احنا عايزينك انت. اقول لها يا علي بلاش بلاش تنوحي جنبي تكسري مجاديفي. يوم كانت بتحضر لي الشنطه بالليل عشان اسافر، كانت دموعها نازله على خدها، وانا خارج من الباب اتعلقت برقبتي وكانت بتنهنى. كفايه يا حسن، كفايه، مش كويس عليك اللي بتعمله في نفسك ده. ركبت راسي سافرت. بعد 6 أشهر قبل ما احوش ثمن التذكرة جالي الخبر عليا مراتي صدمتها عربية وهي بتعدي الشارع. من غير ما اشوفها سبت غابة، غابة اللي محتاجة حد يراعيها يقعد جنبها يسعد. رجعت الشركة مرضتش تقبلني، الوظيفة اللي هناك راحت، ويا ريت كده وبس. اه انا جاي لك بقى النهارده مخصوص عشان الحكاية دي. محمود نسيبي فات عليا النهارده الصبح وقال لي ان الطلب اللي انت قدمته لشركه الاتحاد التجاري اتوافق عليه، وقرار تعيينك هيمضيه المدير العام بكره. بتتكلم جد؟ والمواضيع دي فيها هزار يا ابو علي؟ كلها محصله بعضيها يا سعيد، جد ولا هزار؟ النحس ملازمني على طول. نحس ايه بقى؟ ما خلاص. خلاص ايه بس يا سعيد؟ انا بطلع من نقره اقع في ضحديره. ايه؟ ايه حصل ايه تاني؟ انا واقع في مصيبة يا سعيد. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ اتكلم. انا قصدي اقول لك ان انا. انت ايه؟ انت سيبت ركبي؟ لا لا مفيش حاجة يا سعيد، كلمة طلعت مني غصب عني. انا كان قصدي الديون تقلت علي يا راجل. نشفت دمي. بكرة ان شاء الله لما تشتغل هتقبض مرتبك وتسدد كل الديون اللي عليك وتفوق والدنيا تضحك لك من تاني يا حسن. تضحك لي ولا هتضحك عليا؟ كان بيقولوا عليه بخيل، انما الشهادة لله، كان راجل طيب ومفيش اكرم منه، بس مع اللي يستحق، اللي مش طمعانين فيه وعيونهم على فلوسه. انت قد كده زعلان عشانه؟ امال يا مصطفى، بالعشره ما تهونش الا على القليل الاصل. والدكتور بليغ كان خيره عليا وعلى اولادي. اهو بين ايدين ربنا، وربنا هو اللي هيكافئه. ونعم بالله نهايته. يا عالم بقى حلاج زخانه تانيه بعد قد ايه؟ يلا الارزاق على الله. ربنا يسهل لك. انت زعلانة يا منى عشان مامتك سافرت بلد بعيدة وما رجعتش؟ ما تزعليش، انا كمان مامتي سافرت، لكن انا هبعت لها جواب واقول لها تعالي بقى يا ماما عشان وحشيني، وكمان بقى بيسيبني لوحدي وبيخرج. انت معايا يا منى؟ طب انا هكلمك كمان شوية.
بابا. اتأخرت عليك يا غادة؟ أنا عايزة ماما. أنا مش فهمت كل حاجة يا غادة. بابا. نعم يا روح بابا. هي ماما ماتت. ماتت؟ مين اللي قال الكلام ده يا غادة؟ أنا أعرف ناس كتير بتسافر وبترجع، لكن ماما ما بترجعش تبقى ماتت. ما تزعلش يا بابا، ما تعيطش، ماما برضو كانت بتعيط وانت مسافر. يا حبيبتي يا بنتي، ذنبك ايه عشان تفقدي امك وابوكي ورا بعض؟ هتروحي فين لما اضيع انا كمان؟ مش انت اللي تعملي كده يا نوال، خليتي ايه للناس العاديين اللي ملهمش في الطب؟ خايفه يا عصام، مرعوبه. خايفه من ايه بس؟ برضه فاكراني عارف حاجه ومخبيها عليكي؟ طب ما قعدني ليه في المستشفى؟ ما انت عارفه يا نوال هنا الرعايه والعلاج افضل. طب واخرتها؟ هتخرجني امتى؟ قريب، قريب قوي ان شاء الله. بس يا فندم مفيش ادله توصلنا للقاتل. البصمات اللي رفعناها من على الخزنه هي بصمات الدكتور بليغ نفسه. هو جايز يا كمال يكون المجرم كان لابس جوانتي؟ الدكتوره نوال نفت انه كان لابس جوانتي. ممكن يكون استخدم منديل. طب ودي معناها ايه؟ ما هي مش هتوصلنا لحاجه، ما عندناش اي بصمات، والدكتوره نوال هي الوحيده اللي شافته. نقعد نلف نلف ونرجع تاني للدكتورة نوال. لازم نقعد نستنى بقى لغاية لما العمل المؤقت اللي عندها ده يروح. هنعمل ايه؟ ادينا ماشيين في التحريات والتحقيق على امل ان بصرها يرجع لها. مين تاني بره لسه ما سألناهوش؟ تعال يا ابو العطا. السلام عليكم يا سعادة البيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكتب اسمك وسنك وعنوانك. ابو العطا عبد البديع رمضان، 45 سنة، ساكن في عطف الطعيمة، شارع السلطان حسين في عابدين. كنت بتشتغل عند الدكتور بليغ من امتى؟ من اول ما فتح لك زخانة يا بيه، 20 سنة تقريبا. اصل المرحوم كان بيشتغل الاول في أجزخانة الخواجة أدمير الشامي، وكنت بشتغل فيها أنا كمان، وبعدين لما ربنا فتحها عليه وفتح أجزخاني خدني معاه. علاقتكم ببعض كان شكلها إيه؟ دي عشرة 20 سنة يا بي، أنا بعتبره هو اللي مربيني، فضله عليا وعلى أولادي الله يرحمه. طب قول لي يا أبو العطا، أنت متعود تسيب الدكتور يسهر لوحده في الأجزخانة وتروح؟ لا يا بيه، أنا ما كنتش بسيبه إلا لما نقفل الأجزخانة ووقف له تاكس ويروح. طب أمال ليه سبته ليلة الحادثة؟ غصب عني، كان فرح أخويا حامد لبيتي واستأذنت وافق، وإداني فلوس كمان أنقط في الفرح باسمه. الله يرحمه كان حنين وكريم وإيده سخية. لو أعرف إن ده كان هيحصل ما كنتش سبته ابدا. طيب طيب روح انت على المحضر. طب العطا. نعم يا بيه. انت متعود تروح الاجزخانه الصبح الساعه كام؟ الساعه 9 يا بي. انت اللي كنت بتفتح ولا الدكتور بليغ؟ الدكتور بليغ يا بي 9 بالدقيقه بيكون قدام الاجزخانه وعمره ما اتاخر. طب روح انت ولا ايه بقى اهميه المواعيد دي يا كمال؟ بحاول اكون صوره عن الدكتور بليغ، عاداته، مدى التزامه بمواعيده، دقته، نظامه، شغله. يعني هو كان الانسان اللي دقيق في مواعيده بالشكل ده ازاي يمشي من غير ساعه؟
يعني هو كان ما كانش لابس ساعة لما اكتشفنا الجريمة. طب ما جايز القاتل خد الساعة وسرقها بعد ما ارتكب الجريمة. مؤكد، بس ازاي؟ حسب شهادة الدكتورة نوال المجرم ما كانش عنده وقت ياخد الساعة، لأنه بعد ما ضرب الدكتور بليغ جري على طول واصطدم بيها. يعني الدكتور بليغ ما كانش لابس ساعة؟ معقولة؟ مع حرصه الشديد على مواعيده والعلامة اللي في ايده من أثر ضغط الساعة؟ لا يا فندم، ساعة الدكتور بليغ اتاخدت منه بعد ما اتقتل. ازاي؟ هو ده السؤال. العادة هتتكلف حوالي 40,000 جنيه. يا مدامتي 40,000 جنيه؟ ليه يا ابني، هي عيادة ولا مستشفى؟ ايه يا ماما، انت مش عارفة الشقة في وسط البلد دلوقتي بتساوي كام؟ على الأقل 30,000 جنيه. ساعة مين دي عصا؟ الساعة؟ لقيتيها فين؟ في رف الأمسان بتاعك وأنا بحط المكوى. اتصوري كنت ناسيها خالص. ما قلتليش ساعة مين؟ دي الحقيقة ساعة دكتور زميلي، كنت كلمته أنا عن عم مخلوف الساعاتي اللي تحت بيتنا ده، فإداني الساعة دي علشان أفوتها عليه وأصلحها. كنت ناسي خالص، تصوري. طب يا ابني بقى افتكر بقى تاخدها معاك وانت نازل بكره الصبح ان شاء الله. ان شاء الله. يعني فكرت في العياده والاجزخانه ونسيت خالص الشقه اللي المفروض تجهزها للجواز. معقوله؟ الشقه اول حاجه فكرت فيها، بس كلها شهر ولا اتنين تخلص فيهم اجراءات المراس ونعمل كل اللي احنا عاوزينه. تفتكر يا عصام هقدر انسى المنظر الفظيع اللي شفته؟ لازم تنسيه يا نوال. لا انت مالكيش اي ذنب في اللي حصل ده. انا مش بفكر في عمك وبس. امال بتفكري في مين؟ في العسكري المسكين اللي راح بسببي. بسببك؟ انت بتقولي ايه يا نوال؟ طبعا بسببي، لو ما كنت صرخت واستغثت ما كانش جه على استغاثتي. ايوه بس الاستغاثه شيء طبيعي وضروري في المواقف اللي زي دي، وبعدين العسكري بيأدي واجبه وياما ناس راحت ضحيه الواجب. دول بيقولوا عنده 5 ولاد يا حسام. ايوه ربنا معاهم، بس انت لازم تساعدهم. اساعدهم؟ ايوه، اول ما تستلم التركه وتقدر تتصرف فيها تروح بيت العسكري المسكين تشوف مراته وولاده، تشوف تساعدهم ازاي وتامن لهم مستقبلهم. بس كده؟ حاضر يا ست، انت فعلا نبهتيني لحاجه ما كنتش واخد بالي منها. تفتكر ده وقت مناسب للكلام ده يا محسن؟ طبعا يا مدوت، احنا لو استنينا لحد القضيه ما تخلص والدكتوره سامي تستلم الاجزخانه هيكون فكر في صيدلي تاني وتروح الفرصه. ما اعتقدش ان عصام بيفكر من دلوقتي في موضوع زي كده، كفايه عليه قلقوا على نوال وزعلوا على عمه. ما تبقيش ساذجه، زعلوا على نوال هينتهي بعد ما يرجع لها نظرها. أما حكاية زعله على عمه دي فاسمحي لي بعد إذنك تخيني شوية. تخيلة إيه ورفيعت إيه؟ أنت معتقد كده إن الناس كلها ما عندهاش لا أحاسيس ولا مشاعر؟ لا لا لا، عندهم كل حاجة، بس الزعل مش هيوقف الدنيا ولا هيمنع أي حد يشوف مصلحته. أنا ما كنتش أعرف إنك مادي بالشكل ده. هو أنا اللي استغربت لما لقيت عصام بيكلمني عن الجواز بمنطق الفلوس. الظاهر إن كل الرجالة كده. كل الناس، رجاله وستات، العالم كله بيرقص على دقه الفلوس. على العموم انا ما اقدرش اكلم لا نوال ولا عصام في موضوع زي كده من دلوقتي. نعم؟ امال امتى؟ بعدين. ثم انت قلقان كده ليه؟ ما انت بتشتغل اهو. اشتغل موظف حكومه يا ست نجات. ماهيتي ما حصلتش 50 جنيه، لكن الاجزخانه مش هاخد منها اقل من 200 جنيه نقدر نعيش بيهم. ولا انت بقى عايزانا نفضل كده؟ لا طبعا، على العموم انا هكلمهم بس مش دلوقتي. انا هروح اشوف المريض اللي في اوضه 35 وارجع لك على طول. طيب، وانا هروح اشوف الدكتوره نوال وعلى الله الاقي عصام بالمره.
طيب يا معصم، بس اوعى تفتحهم في موضوع زي ده. ما تخافيش، انا عارف ان مش هيجيبها الا حارمها. يا خبر يا محسن، بقالي زمان ما اضحكش بالشكل ده. امال لو سمعت دي بقى. لا ارجوك كفايه لحد كده. خلاص ماشي كفايه. قولي هي نجات ما جاتش معاك ليه؟ عندها شغل، ما هو غيابك جه على دماغها. معلش، ربنا يستر وارجع تاني اساعدها. على فكره انت لئيمه قوي. انا لئيمه ليه بقى؟ عامله نفسك مش شايفه عشان تصعب على البوليس والنيابه وما يغلسوش معاك. طب ويغلسوا معايا ليه؟ لانك المفروض تبقي المشتبه فيها رقم واحد. كلام ايه اللي بتقوله ده يا محسن؟ في الروايات البوليسيه اللي بقراها البوليس لازم يشك في اول واحد يكتشف الجريمه، خصوصا اذا كان له مصلحه فيها. اسمع يا محسن، اذا كان الكلام اللي بتقوله ده هزار فده هزار دمه تقيل قوي. بقول لك ايه بقى، خلي روحك رياضيه كده واسمعيني للاخر. دلوقتي ايه اللي يمنع انك تكوني انت اللي ضربت الدكتور بليغ وخدت الفلوس؟ راجل عجوز ومش محتاج لقوه، يعني ينخبط باي حاجه يقع. يا سلام على الذكاء، يعني طلعتني مش قاتله وبس، لا وحراميه كمان. لا، ما الفلوس اللي خدتيها من الخزنه دي تمويه ذكي عشان تداري الدفع الحقيقي، الميراث يا دكتوره. طب وانا حورثه ازاي؟ مش انت عصام بيورث؟ انت بتتجوزي عصام كانك انت اللي ورثتي. ارجوك كفايه لحد كده دكتور محسن، وارجوك ارحمني من نظرياتك العبقريه دي. مالك يا نوال بتزعقي كده ليه؟ نجات الحقيني يا نجات، شوفي خطيبك بيعمل فيا ايه. الهزار ما يوصلش للدرجه دي، هو مع واحده في ظروف نوال. انا كنت فاكر انها تضحك وتاخد المساله تهريج. اسمح لي بقى، دي جليطه وقله ذوق منك. لا بقى ما تزودهاش، هو حصل ايه يعني؟ وبصراحه بقى انا ما كنتش بهزر، ده رايي فعلا. رايك؟ انت اتجننت يا محسن. ما هو ما حدش عمل العامله دي الا واحد منهم، يا هي يا عصام. الدافع يا نجات، هما بس اللي عندهم دافع قوي. وما تنسيش حاجه مهمه، حكايه الجدع اللي شافته بيضرب الدكتور دي ممكن تكون متالفه. يا سلام، والعسكري اللي جه على صوت استغاثتها. لو كان لسه صاحي كان قال لك انه ما سمعش حاجه وانه كان فات بالصدفه. انت اكيد حصل لك حاجه في مخك. طب بلاش دي، في دليل تاني. البوليس ما لقاش بصمات على الخزنه غير بصمات الدكتور بليغ، وده دليل على ان الدكتور بليغ فتح الخزنه بنفسه. ليه؟ لانه كان مقتنع باللي واقف معاه. كفايه بقى كفايه، مش عايز اسمع تخاريف زياده عن كده. يكون في علمك لو فضلت تردد الكلام ده اكتر من كده موضوع الاجزخانه ده هيكون في خبر كام. وقد قرر الاطباء ان حاله العمى التي اصيبت بها الدكتوره نوال هي حاله وقتيه، وان اثرها سيعود اليها خلال 3 ايام على الاكثر. وفي هذه الحاله تستطيع معرفه القاتل، لانها راته اثناء ارتكابه لحادث قتل الصيدلي. مش هتجيب لي الهدية اللي قلت لي عليها بقى يا بابا؟ خلاص يا نادى، ربنا فرجها. قررت عليه مضى النهارده، هستلم وظيفتي بكره الصبح. مبروك يا بابا. الله يبارك فيك يا حبيبتي. اول ما هقبض اول ما هي من شغلي هجيب لك الهدية اللي وعدتك بيها. صحيح يا بابا. غدا ادخلي جوه لما اشوف مين. استاذ حسن عبد الكريم؟ ايوه يا فندم. اسمح لي ادخل؟ ممكن اعرف مين سيادتك وايه سبب الزياره؟ الرائد كمال حلمي. انا باحث من ايه؟ باحث؟ وعايزين مني ايه؟ تسمح لي ادخل؟ اتفضل. مش معقول هنتكلم كده على الباب. اتفضل. أمال غدا فين؟ غدا؟ وحضرتك تعرف غدا وأنت منين؟ من الروشتة دي.
مش هي دي روشتة اللي نسيتها في اجزخانة الشفا؟ روشتة ايه واجزخانة ايه؟ روشتة اللي عليها اسم بنتك، اسم المريضة غادة حسن عبد الكريم، لقيناها في اجزخانة الشفا. ايه مش عارفها؟ روشتة دي انا كنت نسيتها زمان في اجزخانة، مش فاكر اسمها، انا كنت فاكرها ضاعت، مش عارف انتوا لقيتوها ازاي. لقيناها واحنا بنفتش الاجزخانة بعد ما اتقتل صاحبها الدكتور بليغ، حادثته اتنشرت في الجرايد واكيد قريتها. انا مش فاكر، انا ما بقراش جرايد. يعني ما كنتش في الاجزخانة ليلة الجريمة؟ انا مش عارف حضرتك عايز ايه بالظبط. الروشتة دي ضاعت مني من زمان والتاريخ عندك؟ هي تاريخها قديم زي ما انت بتقول، لكن لما سألنا الدكتور اللي كاتبها اكد لنا ان الدواء اللي فيها ده بيتكرر لمدة طويلة، وان بنتك بتحتاجه بصفة مستمرة. فاذا كانت روشتة ضاعت منك من زمان زي ما انت بتقول، فازاي كنت بتصرف الدواء اللي فيها؟ انا حافظ اسم الدواء ومش محتاج لروشتة. بس الدواء ده ما بيصرفش الا بتذكرة طبية. لكن انا بصرفه. مصر انك ما كنتش في اجزخانة الشفا شارع شاهين يوم الثلاثة الساعة 12 بالليل؟ ما حصلش. وما قتلتش الدكتور بليغ وسرقت خزنته؟ ما حصلش. ولما تعرضت لك الدكتورة نوال ما زقتهاش وقعتها على الأرض؟ ما حصلش. ولما وصل عسكري الدرك ما زقتهوش وضربته بالنار؟ فين المسدس اللي ارتكبت بيه الجريمة؟ أكيد خبيته. أنا عمري ما مسكت مسدس وما أعرفش بيتضرب إزاي. أنا كان ممكن أجيب إذن من النيابة بالتفتيش، لكن انا واثق اني لا هلاقي مسدس ولا الفلوس اللي سرقتها، لان كان عندك وقت تخبيهم من غير اذن. الشقه قدامك وفتش. مفيش داعي، احنا عندنا شاهد عيان، الدكتوره نوال. اتعاملت وما بتشوفش. غريبه، لما سالتك عن الحادثه قلت مش عارف، ما بتقراش جرايد، امال ايش عرفك انها عاميه ما بتشوفش؟ افتكرت دلوقتي بس. افتكرت دلوقتي بس. سيادتك عايز مني ايه بالظبط؟ اذا كان عندك دليل اقبض عليا. ايه اللي خلاك تغرقك بسرعه كده يا حضره الضابط وتصمم انها تروح البيت، وخصوصا بعد ما جرايد كتبت انها هتفتح قريب؟ مضطرين يا دكتور عصام، في البيت هنحميها اكتر. ايوه بس المفروض انها تفضل هنا على الاقل عشان حالتها. احنا هنعمل اللازم لحمايتها، وكمان عشان حالتها المؤقتة دهيت احنا اتفقنا مع ابو العطا التمرج اللي كان بيشتغل عن مرحوم عمك، هيمر عليها ويشوف طلباتها، ومراته كمان هتلازمها على طول. ايوه بس انا برضو مش مطمن، وافضل ان انا عايز اروح يا عصام. يا نجات، انا حافظه الشقه كويس، هحاول اتحرك. على مهلك يا نوال. تعالي يا نوال اقعدي. اسم الله عليك يا اختي اسكتي انت يا ولية. الحكايه دي لو طولت كتير انا مش هستحمل، هنهار. انت عمال تلف لفه ملهاش اي لازمه. ما دام عندك الشكوك القوية دي ضد حسن ده، ما تقبض عليه، تحقق معاه، بدل ما تخلي الجرايد تكتب انها هتفتح. زي ما الست قلت، أنا عندي شكوك قوية لكن ما عنديش دليل. لو قبضنا عليه وحققنا معاه، هيستمر في الإنكار. مش هنقدر نعمل له حاجة، وهنفرج عنه. ما جايز الدكتورة نوال تسترد بصرها وتتعرف عليه وهو في الحجز. ده لو كنا ضامنين إنها هتسترد بصرها في المدة دي. لكن افرض سيادتك ان حالة العمل الهستيري دي طولت معاها. مشكلة. حلها الوحيد تنفيذ خطتي. نشعر المجرم ان الشاهدة رجعت تشوف وانها هتتعرف عليه، نحس بالخطر ويتحرك بسرعة عشان يهاجمها. ساعتها نكون في انتظاره، ويبقى تصرفه ده اعتراف ضمني، ويكون من السهل بعد كده انه يعترف بالتفاصيل. انت متأكد انه هيهاجمها؟ وهيهاجمها قبل ما تفتح، ويحاول يقتلها عشان يموت معاها الدليل الحي
على ارتكاب الجريمة. صباح الخير. اهلا دكتور محسن، اتفضل. انت لسه زعلانه مني؟ انا اسف. مفيش داعي للاعتذار يا دكتور، انا عارفه انك بتحب التهريج، بس المره دي طلع دمه تقيل شويه. يعني ما انت زعلانه مني؟ ان جيت الحق مش هخبي عليك، انا فعلا كنت في الاول زعلانه منك، لكن بعد شويه نسيت. نسيتي؟ يبقى لازم افكرك. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا لا لا لا، ارجوك يا دكتور، والا كلام المره دي هاخده بجد. الله، انت قاعده لوحدك في الشقه؟ ها لا، معايا ابو العطا ومراته، يعني مش هخاف منك. جريئة دكتورة، انت هتشك فيا ولا ايه؟ وليه لا؟ مش ممكن. انت عارف يا دكتور كويس ان انا شفتك وانت بتضرب الدكتور بليغ، وانا ساكتة بس علشان نجاة تبقى خطيبتك وزميلتي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت عايزة توديني في داهية؟ وبتضحكي كمان؟ شفت بقى ان الهزار التقيل بيزعل؟ أنا ما زعلتش، دمي نشف. علشان تبطل تقرا روايات بوليسية وتيجي تستعرض عليا، خليك في النكت البايخة أحسن لك. هتسافر وتسيبني تاني يا بابا؟ مش هغيب يا غادة، ليلة واحدة بس، والليلة دي هتباتيها عندنا مع بنتي رانيا. مش انتوا أصحاب وبتحبوا تلعبوا مع بعض؟ أيوه. يبقى خلاص يا أمورة، يلا بقى هاتي شنطتك وحطي فيها هدومك عشان ننزل سوا. حاضر يا عم. انا لسه مش عارف ايه اللي انت ناوي عليه يا حسن. حكايه سفرك دي تضحك بيها على بنتك، انما عليا انا مش قادر اقول لك حاجه يا سعيد. يا حسن يا اخويا، احنا ما صدقنا ان مشكله الوظيفه اتحلت والكابوس خلص، ايه اللي قلب حالك تاني؟ الكابوس ده مش هيخلص يا سعيد الا اذا عملت اللي انا عايز اعمله. انا شايل عمري ومستقبلي ومستقبل بنتي على كفي. اذا نجحت في اللي انا هعمله يبقى ليا مكان تاني في الدنيا، والفرصه جت من جديد. إذا ما نجحتش الحدوتة خلصت، وتخلي بالك من ده. لهجتك دي فيها نغمة تخوف يا حسن، أنت بالتأكيد ناوي تعمل حاجة وحاجة خطيرة، أنا لازم أعرفها. هتعرفها بعد ما تنتهي. لا أنا عايز أعرفها دلوقتي. مش ممكن. إذا كنت ما بتثقش فيا يبقى إزاي هتسيبني بنتك بس؟ سعيد، أنا بثق فيك أكتر من ثقتي في نفسي، لكن اللي أنا بتكلم عنه ملوش دخل بالثقة دي. أنا سعيد، أنا مش عايز أقول لك إن أنا مجبر إني أخبي عليك. ما تسألنيش تاني أرجوك. سعيد، أنا بطلب منك إنك تثق فيا. خلاص يا حسن، اعمل اللي أنت عايز تعمله، بس أرجوك قبل ما تتصرف أي تصرف افتكر كويس ان ليك طفله محتاجه لك. تقرير الصفه التشريحيه واضح يا سياده الرائد، انا راجعته بنفسي قبل ما ابعته لكم. انا ما قلتش ان في حاجه غامضه يا دكتور، انا بس في نقطه معينه عايز اتاكد منها. اتفضل. الاصابات الموجوده في راس الدكتور بليغ واللي تسببت في وفاته مش ممكن تكون ناتجه عن ارتطامه بجسم صلب زي حافة الباترينا مثلا؟ ممكن، بس مش مرة واحدة. يعني ايه؟ يعني الإصابة نتجت عن سقوط المجني عليه وارتطام راسه بحافة الباترينا عدة مرات. يعني مش ممكن إلا إذا كان القاتل
مسك راس الدكتور بليغ وكرر خبطها اكتر من مره. مظبوط، ده تصور سليم. هي دي المشكله. انا مش شايف اي مشكله. هتشوفها يا فندم لو افتكرت اللي قالته الدكتوره نوال عن اللي شافته. اللي قالته الدكتوره نوال على اللي شافته. شفتهم بيتخانقوا على حاجه في ايدين الشخص ده، والدكتور بليغ بيحاول يمنعه ياخدها، وبعدين الشخص ده دفعه بعزم ما فيه، راح الدكتور واقع ما امشي، قعدت اصرخ القاتل القاتل. اتلفت ناحيتي وطلع يجري ناحيه الباب، صدم فيا، وبعد كده ما حسيتش بحاجه. معاك حق فعلا، انا فهمت قصدك. المجني عليه وقع ودماغه اتخبطت مره واحده. تقرير الطب الشرعي بيقول ان الوفاه حصلت نتيجه ضرب دماغ المجني عليه عده ضربات في شيء صلب. بالظبط يا فندم. تناقض غريب. معناه ايه ده يا كمال؟ احنا ما نقدرش نشك في تقرير الطبيب الشرعي. انما نقدر نشك في كلام الدكتوره نمل، مش ده اللي انت عايز تقوله؟ ده اللي محيرني. اذا كان الخوف والفزع شوشوا صوره اللي حصل في عينين نوال، لكن بعد ما فاقت وافتكرت اللي حصل ليه ما تقولش عليه بكل دقه؟ انت بتلف وتدور حوالين حاجه واحده، ان الدكتوره نوال تعمدت الكذب. مش ممكن. مصلحتها ايه في الكذب؟ ممكن تكون هي اللي ارتكبت الجريمة. تفتكر سيادتك ان في ست تقدر تتغلب على راجل وتموته بالطريقة دي؟ جايز قوي، اذا كان راجل ضعيف بالشكل ده ومريض وهي فاجئته، وبعدين تطلع تلاقي عسكر الشرطة تضربه بالنار وترجع تخبط دماغها في الازاز عشان يغمى عليها. لا يا فندم، ده احتمال بعيد قوي. احيانا يا كمال ابعد الاحتمالات بيكون اقربها للواقع. طب لو فرضنا ان ده اللي حصل جدلا، ايه الدافع؟ لا الدافع مساله سهله قوي، الفلوس. ده يعني دكتوره مثقفه قدامها المستقبل تقتل عم خطيبها عشان تسرق خزنته؟ لا لا يا كمال، سرقه الخزنه دي كاموفلاش، تغطيه يعني. السبب الحقيقي للسرقه وللقتل هو الميراث. انت ناسي ان عصام هو الوريث الوحيد لعمه بليغ؟ نسيت تحرياتك اللي انت قلت فيها ان عصام ونوال كانوا بيمروا بازمه ماليه ومش قادرين يتجوزوا؟ سيادتك كده بتصور الجريمه على انها مؤامره بين الدكتوره نوال وعصام. لا لا، ده الحقيقه مجرد احتمال انا بناقشه. شوف يا فندم، القضيه دي فيها ثلاث نقط مهمه قوي. النقطة الأولى اختلاف الرواية بين الدكتورة نوال وتقرير الطبيب الشرعي. النقطة الثانية الروشتة اللي سابها حسن في الأجزخانة. مالها الروشتة دي؟ المجرم الحريص اللي اهتم ببصماته ومساحها مش معقول ينسى روشتة عليها اسمه. طب والنقطة الثالثة؟ الساعة. ساعة الدكتور بليغ اللي اختفت. لو نظريتي صح، الساعة دي هتلاقيها يا في بيت نوال يا في بيت عصام. احنا فتشنا بيت نوال كويس قبل ما ترجع من المستشفى، ما لقيناش حاجة. وبيت عصام؟ ده ما نقدرش نفتشه من غير سبب ومن غير إذن. لازم نلف له لفة تانية. أهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. يا ترى الدكتور عصام مش موجود؟ لا عصام مش موجود، راح المستشفى. هو انت ما شفتوش هناك؟ انت مش بتقول انك زميله؟ الحقيقه اصل انا في اجازه وكنت شايل امانه معاه مهمه قوي وعايزها ضروري، يا ريت حضرتك تدوري لي عليها. اياك الساعه. مظبوط، هي الساعه. ده انا عطرت فيها من يومين في الدولاب، تصور كان ناسيها خالص. ما تاخذوش يا ابني، اصله دايما ينسى حتى حاجته هو، تصور ديك النهارده. يا ريت حضرتك تدوري لي عليها.
ايوه بس هو خدها معاه علشان يوديها المخلوف الساعاتي، وتلاقيه نسيها في شكتها ما ودهاش. والله يا ابني جايز. ممكن حضرتك تشوفها لي؟ من عينيا الاثنين، لحظه واحده ادور لك عليها. هو كان لابس نهاريها انهي بدله؟ الكحلي. دقيقه واحده. يبقى الاحتمال اللي انا كنت مستبعده طلع صحيح. الساعه مش كفايه يا فندم، بالعكس دي بتخلق قدامنا مشكله تانيه. مشكله ايه تانيه كمان؟ لو افترضنا ان عصام اللي خدها، طب خدها ليه وازاي؟ ايوه ليه دي مشكله وازاي مشكله اعوص. لان الدكتور عصام عنده دليل نفي قاطع، وقت حدوث الجريمه كانت والدته تعبانه، عندها كريزه في القلب، وكانت قاعده بيها ست جارتهم وهو كمان معاهم. يبقى مفيش غير احتمال واحد، الدكتوره نوال هي اللي اخذت الساعه وبعدين اديتها لعصام يخبيها. مش ممكن، لانها بعد ما وقعت واغمى عليها ما فقتش الا في المستشفى، وكنا فعلا فتشنا شنطتها. يا اخي انت حيرتني، انا عايز افهم ايه قيمة الساعة دي في القضية؟ كنت فاكر يعني حلاقيها مكسورة واقفة على وقت حدوث الجريمة، فيها أي إشارة أو علامة تبرر سرقتها من إيد المبني عليه. لكن بعد ما لقيتها لقيت نفسي بسأل نفس السؤال، إيه قيمة الساعة دي في القضية؟ إزاي تعملي كده يا ماما؟ كنت هقول له إيه بس يا ابني؟ تقولي له لأ، تقولي له عصام في المستشفى، تقولي له ما اقدرش اتصرف في اي حاجه. يعني هي مش ساعته يا عصام؟ طبعا لا. يبقى مش صاحبك، امال يطلع مين؟ نصاب. انا عارف كويس هو مين. اتفضل سعاده البيت. متشكر. ايه رايك يا دكتوره في سيده؟ عامله معاك ايه؟ الحقيقة هي وابو العطا مش مخليني محتاجة لحاجة، لدرجة ان انا مكسوفة منهم، مش عارفة كافئهم ازاي. ما تقوليش كده يا ست الدكتورة، ده انت عروسة الدكتور ابن اخوه المرحوم اللي كان مغرقنا بافضاله. واضح ان الدكتور بليغ كان كريم قوي معاكم. الله يرحمه، ما كانش بيعز علينا اي حاجة. يا سيدة انا جاية. عن اذنكم. ايه رايك في الكلام ده دكتوره؟ كلام ايه حضره الضابط؟ كلام سيده عن الدكتور بليغ. واضح ان الدكتور كان كريم قوي معاه، وما كانش كده ابدا مع اهله، مع ابن اخوه. تقصد ايه بالكلام ده حضره الضابط؟ لا ابدا ابدا ولا حاجه. دي لازم نجاه. تقدر تقول لي ايه التمثيليه العجيبه اللي بتمثلها علينا دي يا حضره الضابط؟ تمثيليه ايه يا دكتور؟ في ايه يا عصام؟ حضره الضابط راح لماما البيت ومثل عليها دور مضحك قوي عشان ياخد ساعه عمي. لما هي ساعه عمك ما قلتلناش ليه يا دكتور؟ واقول لكم ليه؟ عشان نعرف انت خدتها ازاي من ايد عمك وخدتها ليه؟ ما حصلش. عمي هو اللي اداها لي بنفسه قبل الحادثه باسبوع واحد. وناويين تتجوزوا امتى؟ الحقيقه لسه ما حددناش يا عم. لما نلاقي الاول الشقه ونلاقي فلوس نجهز بيها العفش. اعتمدوا على نفسكم يا عصام، وما تلجاوش للدين، وما تنتظروش حد يساعدكم. لازم تبنوا حياتكم بايديكم عشان تحسوا بطعم الكفاح. طبعا مفهوم مفهوم يا عم. طب بعد اذنك احسن ميعاد المستشفى جه. اللي اقول يا عصام، هو مخلوف الساعات لسه بيشتغل؟ اي ليه؟ لا اصل الساعه بتاعتي بقالها مده عطلانه، وخايفه اوديها لواحد ساعاتي تاني يصلحها. اصل الحقيقه الراجل مخلوف ده ما حدش بيفهم زيه في الماركات دي. ممكن تاخدها توديها له؟ ايوه ايوه تحت امرك. لا انت شايلها مع الفلوس في الخزنه ولا ايه يا عم؟ فلوس ايه؟ دي كلها ديون وهنديها لشركات الادويه. انت لسه شايل المسدس ده؟ ده زمانه صدى. خد الساعة ومالكش حاجة تانية هنا. خدت الساعة وحطيتها في الدولاب ونسيت الموضوع ده خالص. ولما ماما
لقيتها فكرتني بيه. طب لما والدتك سألتك عن الساعة ليه ما قلتلهاش ان الساعة دي بتاعت عمك؟ غلطة، تصورت ان ده ممكن يربط بيني وبين الجريمة ويوقفني في موقف محرج. في حد شافك وانت بتاخد الساعة دي من عمك؟ ايوه، ابو العطا كان واقف قريب. ابو العطا، ابو العطا. نعم يا بيه. شفت الدكتور بليغ وهو بيدي ساعته للدكتور عصام؟ لا يا بيه ما شفتش. عدم المؤاخذه يا دكتور، انا كنت صاحب اشوفك تيجي كتير وتزور المرحوم، لكن ما كنتش بتصنت عليك ولا عمر عرفت انتوا بتدوا بعض ايه. جايز، بس هو ده اللي حصل. بتقول كان في مسدس في خزنه عمك؟ ايوه، مسدس من طراز قديم. شفت المسدس ده يا ابو العطا؟ ابدا يا بيه ما شفتش، ولا عمري اعرف ان المرحوم كان بيشيل مسدسات. ازاي يا ابو العطا؟ المسدس ده عمره ما فارق عني، اكيد شفته في الخزنه انت كمان. الكذب خيبه يا بيه، لكن جايز انا عمري ما اطلعت في الخزنه ولا اعرف ايه اللي فيه. طب روح انت يا ابو العطا. تفسر بايه اختفاء المسدس من خزنه عمك؟ وده عايزه تفسير يا حضره الضابط. اكيد المجرم اللي سرق الفلوس عتر فيه، خده وقتل بيه العسكري البوليس. معقوله، بس انا برضو مش مقتنع عن اجابتك عن السؤال الاولاني، ليه خبيت موضوع الساعه؟ تقتنع ما تقتنعش اللي عندي قلته لك. اظن كفايه لحد كده حضره الضابط، كلامك مليان تلميحات مرفوضه. انا اسف يا دكتوره، بس واجبي يحتم عليا اني اشك في اي انسان لغايه ما اوصل للحقيقه. الحقيقة واضحة زي الشمس، ما فيهاش ثغرة واحدة ينفذ منها الشك. أنا شفت جريمة القتل، وصفت لكم اللي حصل، واجبكم تدوروا على المجرم بدل ما أنتوا قاعدين تسألوا أسئلة وتلمحوا تلميحات ملهاش أي معنى. أرجوك يا نوال ما تنفعليش. أنا عرفت الشخص اللي أنت شفتيه يا دكتورة. عرفته؟ ما قبضتش عليه ليه؟ للأسف ما عنديش دليل ضده غيرك. آه فهمت قصدك، يعني لازم تستنى لما اقدر اشوف. احنا مش هنقدر نستنى، احنا ما نعرفش حالتك هتستمر قد ايه، عشان كده احنا نصبنا له فخ بلنكته في الجرايد. يعني بتكذبوا عليا؟ بتخدعوني؟ انا برفض انكم تعرضوها لخطر زي ده. احنا مضطرين يا دكتور، وفي الوقت نفسه عاملين حسابنا كويس. ولو انا لا يمكن اسمح استنى يا عصام، استنى لما نشوف الحكايه دي هتخلص على ايه. بس اسمح لي يا حضرة الضابط، الخطة دي فيها ثغرة واحدة. ايه هي؟ اكيد المجرم متوقع ان انتوا حاطين عليا حراسة مشددة، وهيخاف انه يجيلي هنا هوت ده اذا عرف عنواني كمان. انا واثق انه هيجي باذن الله. متأكدة انك هتقدري تتصرفي زي ما تكون استرديتي بصرك فعلا؟ هحاول وربنا معايا. عموما ما تخافيش، وقت اللزوم هتلاقيني جنبك. ابو العطا عاملين يا بيه؟ عرفت هتستخبى فين؟ جوه هنا يا بيه. طب خد المسدس ده معاك زيادة في الاحتياط. ربنا يستر. انا وانت وبس اللي هنا مع الدكتور نوال، عايزك تخلي بالك. خلي اعتمادك على الله يا بيه. طب يلا روح مكانك، انا هستخبى فوق. هيدخل ازاي؟ غالبا هيطلع من سلم الخدمين وبعدين يدخل من باب المطبخ. ايه خايفه؟ هكدب عليك واقول لك لا. انا عارف ان الموقف صعب، لكن تاكدي انه مش هيلحق يمس شعره منك. طيب تفتكر زمانه جاي؟ احنا دلوقتي في نص الليل وهو ده الوقت المناسب. وافرض ان نجات رجعت من المستشفى. الدكتوره نجات مش هترجع من المستشفى لما اديها تليفون، والدكتور عصام قاعد تحت في اوضه البواب بيراقب المدخل، اول ما يشوف حد هديني خبر. انا متهيألي اني شايفه. لا ده انا شايفه فعلا. انت فتحت صحيحه اهو. ايوه فتحت وشايفاك كويس كمان.
طب تقومي تولعي النور عشان نعرف نتكلم. تعرفي انك ساذجه قوي. طب كنت مسيري عليا انك انت لسه ما بتشوفيش. عارفه انك انت كده حكمتي على نفسك بالاعدام؟ عارف. ومش خايفه؟ وهخاف من ايه؟ من المسدس، من الموت. مفيش حد بيموت ناقص عمر. اذا ربنا كاتب لي ان انا اعيش لبكره هعيش، حتى لو معاك مدفع رشاش. يا عيني، ايه الشجاعه دي كلها؟ دي مش شجاعه، ده ايمان. هي مش شجاعه ولا ايمان، انت مطمنه عشان الحراسه اللي حواليكي. انا عارف ان العماره متلغامه مخبرين وعساكر، وجايز يكون في الشقه شويه منهم، لكن تاكدي ان رصاصتي هتكون اسرع من حركه اي واحد فيهم. وساكت ليه؟ ما تضرب. لاني مش جاي اقتلك. امال جاي ليه؟ انا جاي عشان اعتذر لك على اللي حصل مني ليلتها. تعتذر لي عن جريمه قتل؟ اعتذر لك عن الزقه اللي زقتها لك وقعتك على الارض وكان نظرك هيضيع فيها. لكن جريمه القتل انا ماليش دعوه بيها. تكذب على مين؟ ده انا شفتك بعينيا دول. شفتيني بزق الاجزاء وقع على الارض، والزقه دي هي اللي قتلته. هي دي الكذبه اللي خالت عليكم كلكم. انا زقيت الدكتور بليغ فعلا وقع على الارض، لكن اغمى عليه بس. يا سلام. صدقيني يا دكتوره، انا هقول لك الحقيقه. انا انسان حظي وحش، حياتي عامله زي الكابوس اللي مش راضي ينتهي. يوميها كانت بنتي غاده تعبانه وكانت محتاجه الدواء ضروري، كان لازم اتصرف. ما كانش في جيبي غير 5 جنيه بس، نزلت ومشيت في الشارع زي المجنون. فضلت الف لغايه لما لقيت الانزخانه مفتوحه، دخلتها سالت الدكتور على الدواء اللي موجود، طلبت منه انه يديهولي. جاب لي الدواء، اديته الفلوس، بص لي قلت له معيش غير 5 جنيه دي، لو سمحت خدها وممكن بكره الصبح اجيب لك باقي الفلوس وادي بطاقتي كمان. رفض، كان مفيش في قلبه رحمه. ساعتها كان لازم اخد الدواء لبنتي العيانه اللي هتموت في البيت. قلت له لازم اخد الدواء، قال لي امشي اطلع بره، ورفض يديني الدواء. خدت الدواء بالقوه، حاولت اخرج مناعي اتعلق في كتفي، زقيته وقع على الارض. بصيت لقيتك انت بتصرخي، حاولت اخرج، زقيتك وقعتي، خرجت في الشارع ومشيت، فضلت اجري. خرجت ساعتها وكل حاجه كانت في مكانها، الخزنه انا ما اعرفش الخزنه كانت فين حتى، وما كانش معايا مسدسات. امال قتلت العسكري ازاي؟ انا ما قتلتوش، انا خرجت في الشارع وفضلت اجري، وفجاه وقفت في مكاني، في حاجه اتحركت جوايا. تقدر تسميه ضمير، سميه اي حاجه. قلت مش جايز ان الدكتور لسه فيه الروح وان البنت محتاجه اسعاف. رجعت اجري باقصى سرعه عندي، سمعت صوت رصاص، جريت اسرع، لقيت العسكري مرمي على الارض، وشفت المجرم اللي بيحاول يهرب. يعني انت شفته؟ ايوه شفته تحت عمود النور، كان بيني وبينه 10 امتار بس. وهو شافك؟ لا ما شافنيش طبعا، والا كان حاول يقتلني. امال ما رحتش بلغت البوليس ليه؟ جاي متنكر ليه؟ وداخل من باب المطبخ ومعاك مسدس ليه؟ انا جيت لك عشان ابرق نفسي، مش عايزك تجني عليا انا وبنتي والمسدس ده عشان احمي بيه نفسي. ودلوقتي استاذن. مجرم هيهرب بحضرة الضابط. هو ده المجرم الحقيقي. اوعى تتحرك. المسدس فاضي يا ابو العطا، ما كانش ممكن اسيبك تقتل المره الثالثه. الشيطان يا بيه هو السبب، هو اللي طلعه في دماغي ليلتها بعد الفراغ. افوت على الاجزخانه طلع على الدكتور، قربت من الباب شفت المنظر قدامي. الشيطان لعب لعبته في لحظه، افتكرت ان بسطاوي الوكيل بتاعه كلمه بالتليفون علشان يجيب له اراضي العزبه، وقلت ضروري حطه في الخزنه
مبلغ كبير قوي. افتكر الفلوس وهم حيتموها في اللي انت اللي مدبرها يا حرام يا مجرم. فتشته لغايه ما لقيت المفتاح وبسرعه فتحت الخزنه ولميت كل اللي فيها في جيوبي حتى المسدس بتاعه كمان. لقيت العسكري جه على صوت الدكتور قدام جبز خالي، رحت مطلع المسدس وضربته في صدره ورجعت تاني مسحت البصمات. شلون يا بيه؟ شلون يا بيه؟ انا بجرم، خنت العشره والعيش والمال وبقت نفسي لبيس. وديه الحجز لغايه لما نحوله للنيابه. ارجعوا الحجز عسكري. اسمح لي اهنيك يا كمال. متشكر يا فندم. الحقيقه الفضل في جانب كبير منه يرجع لحسن. اتعاون معايا تعاون كامل. اكيد حسن ده كان بيدور على اي طريقه يثبت بيها براءته. بس انا بستغرب قوي ليه قعد المده الطويله دي من غير ما يجي يدلي باقواله. حسن ما شافش حاجه يا فندم، ده جزء من الفخ. يعني انت كنت موظف الفخ لابو العطا؟ بالتاكيد يا فندم. فعلا عشان كده انا كنت مستغرب اول اصرارك ان ابو العطا يشتغل في بيت الدكتوره نوال. لكن قول لي انت شكيت فيه ازاي؟ حاجتين يا فندم. اولا مبالغته هو ومراته عن كرم دكتور بليغ، برغم ان كل اللي يعرفوه اجمعوا على بخله وطباعه السيئه. محاوله ساذجه لابعاد الشبهه عن نفسهم باظهار انهم كانوا بيحبوه. ايوه. وثانيا لما جبت انا هنا وكنت باخد اقوال وسالته انت، فاكر حضرتك واحنا بنستجوب ابو العطا لما سالته بتروح الاجزخانه كل يوم الصبح الساعه كام؟ فعلا فاكر، ويومها قال لي انه بيروح الساعه 9 بالظبط. لكن تاني يوم صباح اليوم التالي للجريمه ما خرجش ابو العطا من بيته زي عادته، والمفروض انه يروح في ميعاده، والمفروض كمان انه ما كانش يعرف ان الجريمه حصلت. وعدم ارواحه معناه انه كان بيعرف. ويعرف ازاي اذا كان هو المجرم الحقيقي؟ طبعا الشك اتحول عندي يقين لما اكتشفت التناقض بين روايه الدكتوره نوال عن كيفيه قتل الدكتور بليغ وبين تقرير الصفه التشريحيه. ساعتها ادركت ان في حد تاني غير حسن جه واستغل اللي حصل ده لمصلحته. اسمح لي اهنيك يا كمال، والمره دي اهنيك عشان الترقيه المنتظره اللي انت فعلا تستحقها.